عبد الله حسان، محمد رشاد، براء. حسن أحمد، حسن فؤاد، يحيى محمد، محمد عبد الفتاح. حضوريا للأول وغيابيا للثاني، براء مما نسب إليه من التهاء. مصطفى صلاح محمد حامد، حضوريا براءة مصطفى صلاح محمد حامد مما أسند إليه من التهاء. مصطفى عبده علي عجمي، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة مصطفى عبده علي عجمي بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه 1000 جنيه، وأمرت بمصادرة السلاح المضبوط وإلزاماته المصاريف الجنائية. عيد سيف النصر كامل عبد الله، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة عيد سيف النصر كامل عبد الله بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ 100,000 جنيه، وأمرت بمصادرة المقدر المضبوط وإلزاماته المصاريف الجنائية. رمضان عوض عبد العال أحمد، عبير شحاتة سعد محمد، بعد الاطلاع على المادة 381 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة وبإجماع الآراء إحالة أوراق الدعوة إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في تطبيق عقوبة الإعدام على المتهم رمضان عوض عبد العال أحمد لما اقترف من ذنب في حق المجني عليها أمل زكي سليمان برهان، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر ديسمبر الموافق 24/12/2024 للنطق بالحكم، وأمرت باستمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة. رفعت الجلسة.